الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوها فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سمع الله لمن حمده.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولتكن منكم
السلام عليكم ورحمة الله.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين سميع الله لمن حمده الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أبصر وسمعني وسمع الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر
موسى. الله. سمع الله لمن حمده. وارزقنا تلاوته آناء الليل
الأنهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، ونعوذ بك من الشر من كله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين، ونعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل أو فعل يفرقنا من النار يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ربنا، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وافتح لنا باب الجنة يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إن كنت تعلم أن هذه الليلة هي آخر ليلة في شهر رمضان، فاكتب لنا من السعادة فيها يا ربنا، واغفر لنا فيها يا رحمن، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح عملنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجير، يا حنان يا منان يا ذا العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا ودود يا ودود، يا عظيم يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ندعوك فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا كما وعدتنا يا إلهنا 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 إلهنا. انظر علينا نظرة السعادة والعفو والغفران يا ربنا، وافتح
الجلال والإكرام، واعتب رقابنا من النيران يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا جميعها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له ادخل الجنة بسلام شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان.
جميعا توفنا مسلمين وأنت راض عنا يا ربنا. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في آخر ليلة من رمضان، واكتب لنا السعادة أجمعين، واصلح في أحوالنا، واهد أبناءنا، ووفقنا إلى كل عمل خير يا رب العالمين. اللهم اصلح بين أزواجنا، واهد شبابنا وشباب المسلمين، واستر على نساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد دار أمن وإيمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أمير دولة الكويت وولي عهدها بما تحبه وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق يا رب العالمين، والصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد علينا شهر رمضان أزمنة وأعواما مديدة ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين. واغفر لموتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله you